كل شيء بينحكي عن نواب الحاكم خطر كبير ورح اقول لك ليه. تفضل. اخطر ما فيه بلبنان هو انه الطبقه السياسيه الكثير منها يريد السلطه بس ما بده يتحمل المسؤوليه. وهيدي اللي ادت الى كان بدي وما خلوني. اللي عندك سلطه اجباري تتحمل مسؤوليه وما بحملك مسؤوليه على شغله ما لك سلطه عليها. محاولة تدويب المسؤولية على النواب الأربعة محاولة خطيرة جدا. النائب الأول حسب المادة 25 من قانون المحاسبة العمومية بتحدد نائب الأول بياخد محل بيستلم مؤقتا محل حاكم مصرف لبنان. قانون 340 عفوا مادة 340 من قانون العقوبات بحمله كافة المسؤولية وكامل المسؤولية. ما في يكون كوبايلوت يعني الطيار مساعد بطيارة لفترة سنوات وسنوات وإذا صار له شيء لا سمح الله توفى البايلوت يقول أنا ما بدي أخذ طيب ماذا مقدرات. إذا استقال اليوم في انقسام بين نواب الحاكم في اثنين متجهين إلى الاستقالة واثنين لا ما عم بقول لك صورة الكوبايلوت والبايلوت بايلوت لا سمح الله مات أو نط بالباراشوت من الطيارة الكوبايلوت بيستقيل بنط كمان من الطيارة هي جريمة مجبور بغصب عنه بمسؤوليته عم بحكي عن كوبايلوت ما بده يكون اسف الحكم حدا هو يقود الطياره توصلها لملجا الامان هي واحد اثنين المسؤوليه عليه اذا استقال هو وزملائه وكل المجلس ما هيك ما بغير شيء تعرف ليه مضطرين يضلوا يصرفوا الحكومه ما لها حق تقبل استقالتهم ما لها حق بالقانون بالدستور ما لها حق تقبل استقالتهم وبالتالي هن موجودين على راسهم نائب الحاكم الأول ويتحملون المسؤولية وهذا محدد بالأخلاق السياسية ربط السلطة بالمسؤولية وبالقانون اللبناني قانون العقوبات المادة 340 طيب اليوم في خلل كبير صار بالحاكمية وكل هذا الأمر يجي بقول لك أنه أنا كنائب أول هون هذا يعني رغبة الرئيس بري خلينا نقول أنه ليش أنا اليوم بدي حمل كل هذا الخلل يلي صار لشخص شيعي تنحكي الأمور مثل ما هي أنه بيطلعوا آخر شيء الشيعة يحملوا هذه كرة النار يلي موجودة ومسائبة أنه نائب الحاكم الأول شيعي وزير المالية شيعي والمدعي العام المالي شيعي الكرة آسية يعني الحمل آسية سمر بدي أرجع لمنطق السلطة والمسؤولية الثلاثة اللي عديتهم بمواقع شيعية مع كامل احترامي لهم ولطائف الشيعية طبعا أنا جبتهم إذا أنا جبتهم أنا بتحمل المسؤولية إذا رئيس بري جابهم هو بتحمل المسؤولية كمان نرجع قصة السلطة والمسؤولية ما فيك على كل موقع بدك تعمل مذبحة عملت شو بدي أقول لك ما بينعمل وخالفت القانون والدستور ومنطق المؤسسات وأصريت أنه موقع وزارة المال ملك بيت بيه أول شيء مش ملك بيت بيه ولا ملك حدا هي ملك المؤسسات اللبنانية وملك الشعب اللبناني يعني عبتقول له لرئيس بري أنت بدك تتحمل المسؤولية تيكون مدعي العام المالي من فريقك السياسي بدي أقول شيعة بدي أقول من فريقك السياسي وزارة المال مش شيعي من فريقه السياسي حركة أمل واليوم مين قتل حاله تكون نائب الحاكم الاول شيعي انا طيب قول لي شو بدك تقول بده يتحمل المسؤوليه انه الرئيس بري بده يتحمل مسؤوليه خياراته يا بدهم يتركهم يشتغلوا وما يتعاطى ولا يتدخل هو اساسا ما له علاقه لا يتعاطى ولا يتدخل كونه رئيس البرلمان والثاني بالمفرق الجاي ما يتلقط بهالمواقع هيدي لانه ما بده يتحمل مسؤوليه بده السلطه بس وبالتالي ان جبتهم تتحمل جزء من المسؤولية ما فيك ترمي على الآخرين ما فيك تقول هاي قصة الحكمية اليوم تقيل علي ليش بده يطلع منها شوفة تقيل علي طب بدك السلطة ما بدك المسؤولية لشو قتلت حالك اليوم كل هذا الخراب المالي والاقتصادي اللي عمره 30 سنة بده يتحمل وسيم منصورة يعني ما الجميع شارك فيه بارحة هربته 16 مليون هيك قال يا سيدة لا ما تنطي ما تنطي بطلطو شيء لا 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 ما تنطي بطلطو شيء بس بلش ردت قليلي لي ما عادش عنا وقت لا مش عم لطش جينا شماس تشكينا عليها وأي حدا بيعمل ريفرنس لها ممكن تشك عليه اوكي تكون كثير واضحة ما فهمت شو يعني أي حدا بيعمل ريفرنس لحدا مدعى عليه ممكن نتشك عليه بكل بساطة يعني نحن خليني كفي خليني شفتي اخذتينا على مطرح بقدر اقضي حلقتين عليه اذا بدك نقضي حلقتين عليه انا جاهز أوكي. واذا بدك نرجع للموضوع الاساسي اساسا نسيت سؤال
عن جد نسيت السؤال، هدي لي لو سمحتي. قلت لك ليش بده يتحمل يوم من حقه الرئيس بيري يرفض يتحمل 30 سنه يا سيدي 30 سنه خراب يا سيدي بالحاكميه طيب. وبالموضوع المالي ليش بده يتحمل وسيم منصوري الجميع شارك يا سيدتي يا سيدي. لما الرئيس بيري ركض تعيين وزير مال من حصته السياسيه مدعي عام مالي كمان ما كان مالي 25 سنه أو 27 سنة أو 24 سنة على الانهيار المالي والاقتصادي وسوء إدارة الدولة، ما كان رئيس بري من أبرز الوجوه اللي بدنا نقول أبرز وجه بالمسؤولية السياسية أثناء الاحتلال السوري. طيب كيف بأي شكل بده يتنصب من المسؤولية؟ اللي عم نقوله نحن إذا بدنا ندخل بمنطق وللأسف عم بسمعه منطق لا يستقيم سياسيا ولا يستقيم بالمسؤولية، إنه ما قبل منا ب 30 سنة قلت له لأحد وزراء ما راح نسميه أحد الوزيرات ادعيناها لجنة الإدارة والعدل قال ما حدا يتعاطى معي أنا الخراب والفساد عمره 25 سنة يا عمي حدا ضربك على إيدك وقال لك اعمل وزيرة منصوري حدا ضربه على إيده وقال له عمول نائب أول لحاكم مصر في لبنان وبالتالي إذا هيك تنقول ماكرون طلع الشعب بيجي تحمله مسؤولية مالية اجتماعية اقتصادية اللي هي بيقولون حدا يجي صوبه هيدا عمره من عمر الجمهورية الخامسة سياسة تراكمية لا ما في المسؤول هو المسؤول وهو بيتحمل المسؤولية ما حدا ضربه على ايده بدك تقعدي بموقع المسؤولية بدك تتحمل المسؤولية كاملة ممتاز. وغير مقبول بكل دول العالم ينقال ايه هيدا مسؤولية اللي كان قبله فإذا هيدي تسرع على الكل إيه؟ فإذا هيدي تسرع على الكل أكيد. يعني أنتو كمان من وقت اللي فتوا على السلطة القوات اللبنانية ما فيكم تقولوا أنا إحنا ما خصنا نحن طلعنا من السلطة أنتو كمان مسؤولين عن اللي وصلنا له لأنه شاركتوا بحكومات يا وكنتوا موجودين فيها يا سيدتي نتحمل مسؤولية على قدر السلطة اللي كان